هل الخوف شعور ينتاب أحمد حاتم بشكل كبير؟ الخوف شعور أتمنى ما يراودنيش كتير خالص، لأنه في نوعين من الخوف. يعني في خوف يمنعك إنك تبقى فاجر، يعني فده خوف مطلوب عامة بشكل عام، إن شاء الله حتى تخاف على نفسك منه يعني. بس في خوف شوية بيبقى خوف مرضي، يعني تخاف بقى من أي حاجة، تخاف من اللي هو بيقلب anxiety، تفكر كتير لدرجة إنك تبقى تخاف تعمل حاجة. ده طبعا ما بحبوش، وما يعني ما بحاولش أسيب نفسي ليه خالص. ما هو أكثر شيء يخاف منه أحمد حاتم وأكثر شيء يخاف عليه؟ والله ده ليه علاقة برضو بالتوقيت اللي انت بتسأل فيه سؤال، يعني انت ممكن السؤال ده تسأله لي بعدين اجاوبك إجابة تانية. بس انا دلوقتي اكتر حاجة بخاف منها حاجة ليها علاقة بالفشل، لانه ده اللي مسيطر عليا دلوقتي. عندي كذا فيلم مختلفين، مواضيع جديدة، ف بالنسبة لي في عندي خوف انه يعني يبقى يعني ما يحصلش فيهم قبول معين، فدي اكتر حاجة بتيجي في بالي دلوقتي من حاجة اخاف منها. بس كنت بتقول حاجة تاني. ما هو اكثر شيء تخاف عليه؟ خاف عليها اكتر حاجة بخاف عليها برضو دلوقتي، هو مش هتبقى اجابتي من قبل كده، هي ابني وعلاقتي بيه. انا علاقتي بابني شويه مفاجاني، يعني ما كنتش بفكر فيها قبل كده. ف لا بقى في حاجه بخاف عليها جدا، بقى في حاجه بفكر لها كتير، بخاف على مستقبله وتربيته، هعمل ده ازاي. فدي حاجات انا ما كنتش عمري افكر فيها ولا بشيل همها ولا اشيل هم حاجه يعني نوعا ما. ف بس هل لديك فوبيا معينه؟ والله اختبرت نفسي كتير، يعني الحمد لله ما فيش. هل كان الخوف عائق بالنسبه لك، وهل اجبرك على اتخاذ قرارات خاطئه في بعض الاوقات؟ عطلني عن خطوات من وجهة نظري كانت صح، بس جايز العطلة دي كانت مفيدة. يعني أنا دايماً بتكلم مع نفسي وبسايس نفسي عشان أكمل، ما بحبش أبقى عطلان في حتة أو ندمان في حاجة وكده. فحتى لو عطلان وعارف إن أنا عطلان بسبب حاجة معينة مأثرة عليا، يعني أنا بقول لنفسي إنه تمام ان احنا دلوقتي نريح، تمام ان دلوقتي ما فيش حاجه بتحصل، عشان ده الاحسن عشان لما تحصل ابقى جاهز. فبس. ما هو اكثر شيء او شخص يخاف منه احمد حاتم؟ فراق ناس عزيز عليا، ده حاجة بفكر فيها كتير وبخاف منها جدا. جاهز للمرحلة التالية؟ جاهز. تفضل. يلا. متى قررت أن تهرب من مواجهة مخاوفك؟ كتير. في حاجة بيسموها كلوجر كده، ما كنتش بعملها كتير طبعا. كنت ممكن عشان اريح نفسي في الوقت ده او عشان ما فيش حاجة هتتغير، كنت ممكن ما واجهش يعني. بس ده ما بقاش حالي خالص دلوقتي، بالعكس. فانا ممكن ابقى ما بحبش الكلام اللي مش حقيقي او كلامه خلاص، بس لو بنتكلم جد انا ببقى حابب جدا. بس
متى يصبح الخوف نعمة؟ لو هيمنعك عنك تبقى مؤذي أو تبقى وحش، بس غير كده هو مش حاجة طبعاً المفروض يعني تبقى مأثرة عليك في كل تصرفاتك. يعني شوف الخوف ده كمان، يعني انت لو هو تعريف مجازي يعني، بس انا بشوفه عكس الحب، يعني انك تحب حاجة عكسها انك تخاف من حاجة، مش لازم تكرهها، لان مش دايما عكس الحب انك تكره، لان مش هتلاقي نفسك بتكره يعني للدرجة دي، بس ممكن تخاف.